راسين وحده ما في ثلاثه دير وحده بقى. مع ناصر الدرك الوطني بديدوش مراد بعدة أبحاث وتحريات والتي أنجزت في ظرف وجيز بعد وضع خطة أمنية محكمة أسفرت على توقيف عصابة إجرامية خطيرة تمتهن السطو على المنازل، تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و26 سنة، مع استرجاع كل المسروقات المتمثلة في مبالغ مالية معتبرة، هواتف نقالة، ساعات يد فاخرة، أجهزة مختلفة وأدوات كهرومنزلية. بعد استكمال ملف الإجراءات للقضية سيتم تقديم الموقوفين أمام السلطات القضائية.